استني هنا. عاوز ايه؟ عاوز المحفظه. لكن دي بتاعتي. لا دي بتاعت انا. انا اللي شفتها الاول. وانا اللي قفشتها الاول. تقسم؟ اقسم. النص بالنص. ماشي كلام. يلا بينا. اتفضلي. استنى. استنى ايه؟ احلف الاول. احلف على ايه؟ على انك تقسم قسمه الحق. بتشك فيا؟ فاكراني ايه؟ حرامي؟ لا العفو بس الشرط نور. احلف. والله العظيم حسرة بالحق حاسب بالحق. افتح. افتح. استنى. استنى ايه؟ احنا لازم نطلع من الفلوس اللي فيها 10% علشان نفرقهم على الفقراء. واقف. كويس. استنى. ولازم كمان نطلع 10% علشان الجمعيات الخيرية. برضه موافق. استنى. ولازم كمان نطلع 10%. هي فيها كام 10؟ مش طويل بالك لما نعد. طب عد. يا ساتر يا رب، دي ورقة طلاق. ودي؟ وده محضر حجز. وده؟ ودي مخالفة. وده طلب للقرعة. ودي كمبيالة. وده حكم نفقة. مفيهاش فلوس. بس دور كويس يا اخي. مفيهاش ولا مليم خردة. اعوذ بالله، ده انت وشك نحت. يا سلام على وشك انت اللي ساعد. بقى اول محفظة الاقيها في حياتي تطلع فاضية. وهي دي فاضية؟ دي مليانة بلاوي، ما انتش شايفة الخيرات اللي فيها. حلال عليك، خدها باللي فيها. لا، احنا مش اتفقنا نقسم قسمة الحق؟ اتفضلي يا ستي، ورقة الطلاق دي علشاني. حكم النفقة ده علشاني. المخالفة دي علشاني. الكمبيالة دي علشاني. طلب القرعة ده علشاني. ودي علشاني. انما قولي لي هنعمل فيها ايه المصيبه دي دلوقتي؟ نسلمها للبوليس. بوليس؟ المحفظه دي كانت مليانه فلوس ونخش في محضر تحقيق ونيابه وتنتهي الحكايه على سين وجيم ونون. سين وجيم ونون؟ ايوه. لا يا اخويا اعمل معروف، ارميها زي ما كانت وخلص. احسن طريقه. اه. روحي الله يسامحك. اتفضلي. الحمد لله اللي طلعت المحفظه دي فاضيه. ليه؟ لانها لو طلعت مليانه كنا ضروري هنتخانق. كنا هنمسك في بعض. كنا هنبقى اعداء. كنت هوديك في داهيه. كنت هجيب لك مصيبه. كنت هلبسك تهم. كنت هحبسك. انما الحمد لله دلوقتي ده احنا بقينا اصدقاء. اخوات. حبايب. قولي لي بقى انت اسمك ايه؟ اسمي قصر الندى، وانت؟ انا اسمي قصر حلوان. لا صحيح، قولي اسمك ايه بقى؟ اسمي وحيد. انما قولي لي انت منين؟ انا من المنصوره، وانت؟ انا اسكندراني من كوم الشقاق. انا بشتغل ممثل وموسيقي مع ايقاف التنفيذ. لو انت بتشتغل موسيقي كمان؟ اه ايه غريبه؟ لا انما يعني ايه؟ انما ايه؟ بس عجيبه. ليه؟ لان انا كمان ارتست ومغنيه بس مش لاقيه اشتغل. يا خبر ابيض، حله ولقيت غطاها. انا الحله وانا الغطا. تشرفنا يا استاذ حله. تشرفنا يا ست غطاها. اسمعي، انا عندي بروفه شغل في تياترو هشتغل فيه. تيجي تغني معايا؟ ده انا غني مع ابوك. طب يلا بينا. استني. لا مش هطلع. الهشة بشتك وتر ايدك وانا قلبي معاك، ده مخلوق ليك لك لك في الهشة بشتك لك لك والهشة بشتك. بشوفك يوم وشهر بعيد ما تسألش، ما بشوفش النوم لهو انت حديد ما ترحمش. بشوفك يوم وشهر بعيد ما تسألش، ما بشوفش النوم لهو انت حديد ما ترحمش. وتحب اللي ما حبوش وتلهلب ولا بتحوش. وتحب اللي ما حبوش وتلهلب ولا بتحوش. وانا زي الفرق ما حبش لي شرك في الهشة بشتك تك تك والهشة بشتك الهشة بشتك تك تك الهشة بشتك تك تك يا واد رايتك وانا الهشة بشتك تك تك والهشة بشتك. سقيتني الكاس مرار في مرار يا سنسونة يا سنسونة، وقالوا الناس دي عقلها طار ومجنونة اه ومجنونة.
وليلي طول والقلب يا كي بدي يقول سهرانة وليلي طول والقلب يا كي بدي يقول تك 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 ربنا يفتحها في وشي ويبصرك. انتوا كويسين جدا، انا ما بقولش حاجة ابدا، بس مالكمش لا امك ولا ابوها ولا خالتك ولا عمتها، حتى اساميكوا زي الفوازير. ازاي؟ ما انا قلتلك ان اسمي وحيد. وانا اسمي قطر الندى. وحيد وقطر الندى. وايه يعني؟ مين سمع عن وحيد وقطر الندى؟ مين عنده خبر عن وحيد وقطر الندى؟
مين كتب عن وحيد وقصر الندى؟ ترى تقول لي يا استاذ النادي كوناد اسمك انكتب كم مره؟ اقول لك يا ستي، اتكتب ثلاث مرات. فين؟ مره في شهاده الميلاد، ومره في كونترات البيت اللي انا ساكن فيه، ومره في محضر خناقه كنت مظلوم فيها. لا 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 لا، لا مش قصدي. تقدر تقول لي انهي مجله كتبت اسمك؟ انهي جورنال نشر صورتك؟ طبعا مفيش. الدعايه يا استاذ، المجلات، الصور، الهيصه، الدوشه، هو ده اللي ناقصكم. سامعه؟ خلوا الجرايد تملى صفحاتها باسمكم وصوركم، ساعتها هتلاقوا تياترات وكباريهات تدور عليكم، وانا هكون اول من يقول لكم اتفضلوا اشتغلوا. اتفضلوا اقبضوا. طب مش ممكن دلوقتي تقول لنا اتفضلوا اقبضوا وبعدين تقول لنا اتفضلوا اشتغلوا؟ ظريفه خالص المدموزيل. دوروا على الشهره على الدعايه والفلوس تجري وراكم بالمشوار يا استاذ. طيب تسمعي بسؤالي يا حضره المديره؟ نعم. صينيه على باندا الرقاصه دي مش بتشتغل عند حضرتك؟ ايوه. طب ودي مين يعرفها؟ ايه؟ من يعرفها؟ ازاي الكلام؟ سنية على بندر محدش يعرفها؟ سنية على بندر للجرايد قعدت تتكلم عنها ثلاث اشهر محدش يعرفها؟ طيب تقدري تقولي لي هي بتعمل ايه؟ بترقص في الهواء؟ بتمشي على الحيط؟ ايه؟ هوا ايه وحيط ايه؟ انتوا نسيتوا حضرتكم القضية بتاعتها؟ دي جميع الجرايد والمجلات حطت الصور على الغلافة بتاعتها، اشتهرت بقى اسمها زي الطب، من اما تمشي في حتة يتلموا حواليه، سنية على بندر، سنية على بندر، سنية على بندر. شيء جميل قوي. يعني جنابك عايزانا نخش في قضية علشان تشغلينا عندك، مش كده؟ يا سلام، ده احنا نموت من جوه ولا نخشش في قضيه. مين بس اللي قال لكم قضيه؟ الحكايه بسيطه خالص، شوفوا لكم حكايه غريبه الفوها، نقطه لطيفه احشروا نفسكم فيها، المجلات تصوركم، الجرايد تكتب عنكم، الدنيا تصوركم، المهم انكم توصلوا للشهره. اسمعوا نصيحتي، عايزين تاكلوا عيش دوروا على الشهره. الشهره يا استاذ، واول ما تتشهروا تعالوا لي جري وانا اول من تشغلكم هوا. اه يا هوا، اه يا هوا، اه يا هوا، اه يا هوا. يعني باظت الشغلة؟ 100%. يعني طارت كونتراته؟ 200%. يعني راحت الفلوس؟ 300%. لا لا كونتراته. بس ما تزعلش، ربنا موجود، يقفل باب ويفتح 60 باب. ايوه بس انا غايب ده الباب ده يتفتح دلوقتي. والباب ده ماله؟ في ايه الباب ده؟ في الكرسون عاوز فلوسه. صحيح. طب والعمل هتدفع منين؟ إيه؟ مش هدفع طبعا. هتعمل ايه؟ اسمعي، انا عاوزك تجاريني في كل حاجه، زي ما اعمل تعملي، زي ما قلت قولي، انت سامحه؟ تعالوا. الله الله الله، حضرتك كنت بتعمل ايه؟ بتتجسس على ايه؟ الفلوس، عايز الفلوس. وانت فاكرنا اننا نصابين؟ اونطاجيه؟ حراميه؟ نشالين؟ بطاجيه؟ لا العب. وانتوا احسن ناس، بس لايموني على الفلوس. هرديك الفلوس. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ هتدفعي ولا ايه؟ طبعا انا اللي هدفع، امال مين اللي هيدفع؟ انا اللي هدفع. لا انا اللي هدفع. انا الراجل وانا اللي لازم ادفع. انا الست وانا اللي لازم ادفع. ده لما تعملي قطه. وانت لما تعمل معده. ما تدرجنيش. وانت ما تحكيش عليا. يا جماعه اعملوا معروف، انا ورايا شغل. واحد منكم يدفع وخلاص. طب قول لي من فضلك يا حضرة. نعم. لو كنت انت والست بتاعتك في حته واشتريتوا حاجه، مين فيكم اللي يدفع؟ طبعا انا اللي هدفع. ماشي كلامك، ادفع انت. سلام عليك. عليكم السلام. استنوا هنا بالسنه من بهلوانجيه. هاتوا حق الساندوتش وبلاش البقشيش. ليه بقى مش عاوز البقشيش؟ بتتقلد حضرتك؟ بترفض النعمه؟ يا سيدي وانا شفت حاجه وقلت لا. طيب هات 100 جنيه. يلا اديله 100 جنيه. ما عنديش فكه. طب هات جنيه صحيح. اديله جنيه صحيح. اخلص. هادي جنيه صحيح. حضرتك عاوز كام؟ عايز 30 قرش. والريال على شبك يبقوا كام؟ يبقوا 50 قرش. طب اديني من فضلك 50 قرش. اديله 50 قرش. ادي 50 قرش. 50 قرش و50 قرش يبقوا كام؟ يبقوا جنيه. اتفضل يا سيدي ادي جنيه. 50؟ 50. ثاني مره تبقى تعامل زمايلك احسن من كده. قليل الادب. 50 و50. طب والجنيه بتاعك؟ حرامي. الكباب ايه الحاتي قدام كلام القدباتي؟ ايه الكباب ايه الحاتي قدام كلام القدباتي؟ يسلي حرمي وحماتي ويبسط الناس الامراء. الله الله يا بدوي جاب اليسرى، الله الله يا بدوي جاب اليسرى. لكل
كل شاعر يغلبنا، ولا محامي يغلبنا، ولا محامي يجاوبنا، ولا ممثل يضربنا لو حتى شغلت الاوبرا. الله الله يا بلوي ده بديوت، الله الله يا بلوي ده بديوت. يا مين حلاوه على البهوان وش الفلوس وش الجنيهات، يا مين حلاوه على البهوان وش الفلوس وش الجنيهات، دول معمولين من حلويات والبدله ساكنينها بكره. الله بلوي ده بديوت، الله الله يا بلوي ده بديوت. يا مين بغاش على عيونك ده الحظ العمر زبونك، يا مين بغاش على عيونك ده الحظ العمر زبونك، الهي تنفك في ديونك وتفرح من دي الحسره. الله الله يا بلوي ده بديوت، الله الله يا بلوي ده بديوت. بتخبي لي انا زي امك همك، هرقص واسلك على همك، ناولني واختش على دمك، زايق على الكوبري شبرا. الله الله يلا يا بني يا جدع، الله الله ايوه يا بلدي يلا يا عمي. يا نصابين يا حرامية يا نور يا شباب. استنى من فضلك، انت عاوز ايه؟ عايز ايه؟ مش عارف. عايز ايه والله؟ مش عارف. عايز ايه؟ عايز الفلوس اللي خدتهم ومشيتوا يا نور يا شباب. استنى بس انا هديك الفلوس. يا بسيط، تسمح تجيب الرق من فضلك؟ اتفضل يا استاذ. الله يسلمك. انت استاذ، انت استاذ، انت وليا انت جراي يا استاذ. انت ورثتني بالحياه بقلبك في حس من الصبح، وانت تيجي تقبض بالله العظيم وشرف طنط. اذا ما جبتش الفلوس انا هقبض في زمره رقبتك. اوعى ايدك، هو احنا خدنا منك حاجه؟ احنا لمينا الفلوس واديناها للمعلم بتاعك. هو الجرسون ده مش المعلم بتاعك؟ معلم انا ملياش معلمين ولا اعرفوش. ما تعرفوش؟ طب اجري ورا اخد فلوسك منه. عارف اذا ما حصلتوش هرجع لك اخرب بيتك. الله، انت تعرف بيته؟ امال ده احنا الاثنين ساكنين في عشه واحده. يا ساوي ايش فلوس يا ده؟ يا نهار اسود يا قهوه. خايفة ولا ايه؟ لا ادي احنا وصلنا بالسلام. احنا فين هنا؟ احنا في عش البلبل يا كروان. يا سلام، انا اسعد انسانة في الدنيا. يا سلام على الدنيا، دايره تلف كده على كيفها ومدوخه الناس وراها. وانا كنت متصور ان هيجرالي اللي جرالي الليله. ولا اللي جرالي انا رخرة. الساعة 9 كانت اول مره. 9:05 اول كلمه. 9:10 اول بول. 9:15 اول بخت. يا سلام على بختي، انت حياتي وانت روحي. يا خبر، هو في حد شايفنا هنا؟ اه ده هو. هو مين؟ سي شارلي. مين؟ يا استاذ شارلي، يا استاذ شارلي، يا استاذ شارلي. مين؟ خش خش. مين؟ يا استاذ الحق اصحى. اه خبر ده، انت عدمان قوي. يا اللي جرالك؟ اه يعني يا كلي يا وسطي يا ادمغي يا ايه اللي جرالك؟ انت جاي منين؟ جاي منين؟ جاي من كوريا يا استاذ، من كوريا. وايه اللي وداك كوريا؟ شرطك المهبلة تقول لي روح خد حسابك منه. اديني رحت يا سيدي، واد اللي خدته. خدت ايه؟ اكتب عندك يا سيدي، 8 بنيات مليانين من اللي قلبك يحبهم، 7 شلاليت ماركة نو يا جون نو، 18 قلم باركر 51، 4 روسيات اسكندراني انما من العمولة الاصلي، ده غير التناتيش، ايش الزغد، ايش بوكس، ايش الركبة. ده يا استاذ اتضح لي ان الجرسون ده بوكسير وانا مش واخد على اخوانا. انت عارف الجدع اللي اسمه جلوس بطل الملاكمة في البوكس؟ ماله؟ اهو ده يبقى اخوه. يا سلام. مال ده مسك وشي على بقي على جسمي، عملهم ايه؟ Go back!
الله 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 الله. لكن ازاي حصل كده يا شرف؟ انا وصيت الجرسون عليك وقلت له اكرمك. بس يا اخويا كتر خيرك، هو في بعد كده اكرام. طيب ما تزعلش ما تزعلش. اسمع صلح نفسك شويه بقى عشان عايز اعرفك بمراتي. مراتك؟ يا نهارك اسود بلوبلاك، وانت حصلت لك المصيبه السوداء دي؟ ده انا سايبك بعد الدور بصحه كويسه وفي امان الله. انت اتجننت الليله؟ الليله لا حول ولا قوه الا بالله. احنا جرالنا ايه اليومين دول؟ ايه النحس اللي ركبنا ده؟ انا اتضرب بالشكل ده وانت تتجوز بالشكل ده؟ لا ده احنا صابتنا عين، احنا لازم نتبخر، احنا لازم نعمل زهار. بس بلاش قله ادب، صلح نفسك عشان اعرفك بيها. خلي معرفتي بيها بعدين. ليه؟ ما حدش يخليها تتعرف بيا وانا لابس رسمي. لا يا اخي مفيش فرق. تعال يا قطر. ايه؟ قطر؟ انت اتجوزت قطر؟ يبقى بقى بالرفاقي والشريط. انت اتعرفت بالقطر ده في انهي محطة؟ لا يا اخي انت فاكر ان انا اتجوزت قطر اكسبريس؟ امال اتجوزت قطر ايه؟ قطر بضاعة؟ لا يا اخي دي واحدة اسمها قطر الندى. اه في خيمة. تعال. انت بوفتي. انت كافي. انت بوفتي كده. حضرتها مراتي الست عطر. حصل لنا التصادم يا فندم. وحضرته الاستاذ شارلي المونولوجيست الشهير. ايوه مونولوجيست القرن العشرين. احنا متربيين سوا من زمان، ده احنا اصدقاء الطفوله. ايوه الطفوله المشرده من فضلك. تعرفي هو ما يبركيش شكله، ده شكله حلو قوي. أيوة. هو ما فيهوش الا عيب واحد، بقه. ييه على بقي. ما تقعدش تقر يا اخويا، اهم بكره هياخدوا بقي في الرد. بالعكس يا استاذ، ده انت شكلك جميل قوي. الله يكبر بخاطرك يا ست هانم. انا باين احلويت بعد العلقه. تصوري يا ست هانم، انا ما اعرفش نفسي ان انا حمار ضرب الا الليلادي. طب وليه ما زعقتش ولا دهت العسكري يخلصك؟ ازعقه ازاي؟ اصل سقف حلقي وقع من كتر الضرب. لا بقيت عارف ازعق، ولا بقيت عارف اضرب، ولا بقيت عارف انضرب. وقع ازاي؟ ما هو اصله مركب سقف حلق صناعي كاوتش جوه بقه. لما يشيل سقف الحلق من بقه ما يعرفش يتكلم، لكن لما يركب سقف الحلق الكاوتش بقه يقوم يتكلم زي العفريت. ايوه اصل انا مركب بق صناعي جوه بقي، ولما اشيل البق الصناعي من جوه بقي ما اعرفش اتكلم بتاتا. هو بيتشال ويتركب؟ امال اهو. الحمد لله تركب كويس. او ساعة ما ركب السقف بقى تلاقيني بتكلم بشر الهلباوي. يا حلاوة، دي حاجة مدهشة خالص. امال ده الطب تقدم جدا. امال جدا جدا. عن اذنكم بقى عشان اروح على اوضتي علشان ادلق على نفسي شوية مكمدات. مبروك الجواز ولو اني ما حضرتوش، انما ان شاء الله هحضر لكم الطلاق. يا جنبي. يا أرجوزي. يا أدموغي. يعني تصبحوا على خير. يا أنفوخي يا ظهر الأبيض المتوسط يا لا ده أنا ما أقدرش أطلع لحد فوق أبدا، ده أنا لازم أعمل لي محطة هنا. هي فين يا أخويا ساعة اليد؟ أهي. أيوه اسمعي، أنت لازم تصحيني الساعة 8 صباحا عشان أنا خالي شغل. اوعى تنسي. كويس عادي. الله يقطع انفاسهم.
باجي. يا زلمه انت يا زلمه اقوم. مين؟ شو عم تعمل هون يا زلمه؟ زلمه وانت مالك ابو زلومه؟ شو انا ابو زلومه يا وش البومه؟ عم بتزعبر معي قلعوب؟ ما بتعرف مين انا؟ مين جنابك يا صاحب العزه؟ انا ماني صاحب عزه، انا صاحب البيت يا عم. يخرب بيتك، مين؟ الخواجه غنطوس؟ ايه الخواجه غنطوس الياس معفر يلي جنابك سكن في اوضه في الدور العلوي تبع بيته. انا متاسف يا خواجه غنطوس، اتفضل تعالى جنبي، اتفضل، بس حاسب البيت ده. ما شاء الله ما شاء الله، الله ما شاء الله. الا قول لي يا استاذ، شو؟ اجيب لك قهوه؟ هون على السلم. ما بريد زفت. ايوه عدم المؤاخذه، اصلا انا ما عرفتكش ابدا عشان انت دخلت خالص. انت وانت طالع ما شاء الله بلحت البدرون. سكرني عك يا كراكوز افندي، انت بتعرف مع مين بتحكي؟ بتحكي مع صاحب البيت اللي عايزين تخربوا بيت. يا سيدي ونخربوا ليه؟ ما ربنا موجود. انا ما بعرف شو بتظنوا هالبيت هذا. القصر اللي تركه المرحوم البارون ابوكم، او السرايا اللي تركتها لكم الكونتيس انكم. لا 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 لا، انت حتلبك في عائلتي، انا لا اسمح لك ابدا، كما ان احنا ما عملناش فيك حاجه لا سمح الله. ما عملتوا شيء؟ 3 شهور يا خطافين يا نصابين يا ملاعين، وما بتدفعوا اجره هالجراج اللي بتناموا فيه. اليوم رح ندفع باكر، وباكر رح ندفع بعد باكر، وبعد باكر رح ندفع بعد 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 باكر، وما بتدفعوا شي لا باكر ولا بعد باكر ولا بعد بعد باكر ولا بعد عمرا طويلا. يا سيدي ما تدققش، بكره تاخد فلوسك وعليهم 30 بوسه قديمه. وين الاستاذ مليح اللمه وحلو التسني؟ وحيد فقره مو وحيد عصره. جوه مستنيك في الاوضه، ما تخش له. رح بخش لامين امه، وحياه الله رح بقمشه كمشه، رح اطلع روحه وبحسب الله ما خلقه. يا سيدي ليه الاذيه دي كلها؟ الراجل مستنيك جوه وفي ايده الاجره. ومعه مصاري؟ ايه، اذا كان على المصاري يا عم بالزوفه، ده بيتغدى مصاري ويتعشى مصاري ويتسحر مصاري. منيح، انا رح بخش له هلا. شيل معيشه. شيل ايه؟ ياسر يلا. يخرب بيتك وسخت السلم من ده بكره بقرشين. يا وحيد يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا. لا اهلا ولا سهلا ولا بونجور ولا بونسوار ولا بريد تحيه صغيره قد هيك. ليه بقى خواجه؟ ما بتعرف ليش؟ لا. من شان معجب فن حضرتك، من شان مبسوط من حسن معامله حضرتك يلي بتفلس اعظم بنك في العالم. انا ما تفهمني الحكايه خواجه غنطوز. فهمني انت، هالبيت هذا بيخص مين يا مسيو ستافيسكي؟ بيخص ام حضرتك. امي؟ مين؟ وهالموبيليا هادي بتخص مين يا مسيو الكابوني؟ بتخص ابو حضرتك. وهالأوضة بتخص مين يا مسيو ارسيل لوبين؟ بتخص حضرتك برضو. منيح، من حيث هيك وانت بتعرف كل هذا، ليش ما بتدفع اجرتها؟ 3 شهور وانا بروح وبجي، بطلع وانزل، بترجى وبتوسل لعتادك الغير كريمة من شان تدفع اجرتها. وهلا اخر التماتم، في ظرف 24 ساعة ان ما دفعت اجرة هالاوضة ما راح بتنام هون. وما راح انام فين يا خواجة غنطوز؟ راح بتنام في المقبرة. في المقبرة؟ ايه، وراح تخنقك هيك. اخنق يا خواجة. وراح تطلع مصارينك هيك. طلع يا خواجة غنطوز. وراح راح بروح هلا. روح في 60,000. 60,000 شو؟ الف سلامة يا خواجة غنطوز. الله يقصف لي عمرك قصف، خرب بيتي، ما بقى فيه خاطرك. الله يكسر خاطرك زي ما كسرت خاطري. تعالى يا قطر النادى، خلاص مشي. يا باي، ده باين عليه راجل متوحش. يا سلام على البخت المايل، يا سلام. بقى مش خساره واحد فنان عبقري زي انا يبقى كده هو ما يلاقيش ياكل؟ ولا مطربة حلوة زيي ما تلاقيش تشرب؟ لو كان الفقر رجلا لقتلته. لو كان الفقر ست كنت عديتها وقطعت شعرها. يا سلام على البخت، فين البخت بس؟ يا ريت البخت ينباع، كنت اشتريت لي بخت جديد. الغريبة طول عمري بختي اسود في كل حاجة، ما طلعش بختي ابيض الا في حاجة واحدة. في ايه؟ في البطيخ.
كل ما اشتري بطيخه تطلع بيضة وزي الفل. معلش معلش ما تزعلش، بكره البخت يتغير. ما عنديش اي امل انه هيتغير. مين عارف، يمكن يجي علينا يوم نكبر ونشتهر والجرايد تكتب اسامينا وتنشر صورنا في الصفحه الاولى زي ما قالت لنا صاحبه التياترو. ساعتها نشتغل وربنا يفرجها علينا. ما معقول اننا نشتهر واحنا قاعدين في الطقيسه دي اللي في اخر الدنيا. الصبر طيب يا وحيد، يمكن الحظ يضحك لنا ويوقعنا في مصيبه ثقيله في حته فظيعه تكون سبب شهرتنا. ربنا كريم يا اخي. يا ريت يا ريت يا رب يا ريت يا رب. انت عالم بحال عبدك الغلبان. انا مش طالب حاجه كبيره، أنا عاوز مصيبة، عاوز نكبة، عاوز تهمة شنيعة توديني السجن. يسمع منك ربنا يا حبيبي. أنا قلبي حاسس إنك هتقع في مصيبة توديك في 60 داهية إن شاء الله. منين بس؟ ألاقيها فين المصيبة دي بس؟ الدنيا مليانة مصايب، نقي زي ما أنت عاوز. لقيتها. هي إيه يا حبيبي؟ المصيبة اللي أنا بدور عليها. لقيت الشهرة، لقيت الحادثة اللي هتقلب الدنيا فوقاني تحتاني. خلاص يا حبيبي، طب قول لي بقى هتعمل ايه؟ رح اقتل. هتقتل؟ هتقتل مين؟ رح اقتلك انت. يا نهار اسود، انت اتلطشت في عقلك؟ تقتلني ازاي؟ تقتلني ازاي يا راجل انت؟ هذبحك ذبح بالسكينة. تسعة كانت أول نظرة، تسعة وخمسة أول كلمة، تسعة وعشرة أول بوسة، تسعة وربع أول بختي، تسعة ونص آخر عمري. اسمعي ما تكلمنيش، أنا في ناس ما بقابلكش، أوعى كده ابعد عني ما تكلمنيش. أطريانة أنا خايفة منك، ده أنا موتك وموت 10 تايه، أنت فاهم؟ ابعد قلت لك ابعد. إيه؟ خايفة يعني؟ تعالي 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 ما تخافيش، تعالي تعالي. قولي لي بقى، انت صدقتي ان انا عاوز اقتلك حقيقي؟ طبعا صدقت. يعني كان باين عليا ان انا قتل قتلة؟ اوي اوي. يبقى حرام، يبقى مش حرام يا ربي، في ارتست عظيم زيي يبقى شحات كده مش لاقي اللعبة. مش حرام يا ناس ان ممثل هاي زيي ده مش لاقي ياكل. اسمع يا ستي، انا اصلي جاتني فكره. جاتك فكره ولا جاتك لحظه؟ لا دي جاتني فكره عظيمه جدا. طب اوعى كده لحظه، انا لسه مش قادره اتلم على جدتي. طب اسمعي بس، انا عاوز افهمك حاجه، انا عاوز اقول لك ان انا حبيتك من اول محفظه، قصدي من اول نظره. بتحبني ازاي وانت عايز تذبحني؟ اضحك؟ اه ده كسر ايه دي لو تتمد عليكي؟ ده انا ما يهونش عليا حتى اشكك بدبوس. الله، ما تقول لي انت جرى لعقلك حاجه ولا شارب حاجه ولا عيان، قول لي طمني. اسمعي انا هتظاهر باني قتلت. يا ماما لا ما تخافيش، ده قدام الناس بس علشان اخليهم يفتكروا ان انا مجرم سفاح قتل قتله. ودي انت شايفه ان انا بمثل كويس، لكن قدامك انت هفضل حبيبك الغلبان زي ما انا. طيب يمكن وانت بتتظاهر قدام الناس انك سفاح وقتل قتله تندمج شويه زياده في التمثيل وتروح ذبحني بحق وحقيقي، يبقى انا اعمل ايه ساعتها؟ لا يا عم العمر مش معزقه، انا مروحه. استني بس اما اقول لك. افهميني يا ستي، اعملي معروف، انا هتظاهر قدام الناس ان انا بتخانق معاكي دايما علشان مثلا غيره، بتحب واحد غيري شارلي مثلا. اخرس قطع لسانك يا ستي، ده سبب بس تبرير للجريمه. امال يعني هقتلك ازاي من غير سبب؟ ليه؟ مجنون؟ انا عارفه يا دهوتي، يعني يا دهوتي، ده انا متهيألي ان انا في بيت ريا وسكينه اللي هياخدوا اجلي. لا يا اخويا انا مروحه تاني. اسمعي بس، طولي بالك، روقي دمك شويه. هو انا بقى فيا نقطه دم؟ وبعدين معاكي بقى، افهميني بقى ما تتعبيش قلبي. احنا هنتظاهر قدام الجيران اننا بنتخانق سوا لحد ما نلفت انظارهم، وبعدين هيسمعوني وانا بهددك بالاكل مره واثنين وثلاثه، وبعدين هوب مش هيلاقوا لك اي اثر في الدنيا. طبعا لاني هكون ساعتها في القرفه. لا يا عبيطه، اما انت كنت نبيها جرالك ايه؟ تعالي اقعدي اقعدي بس، افهميني كويس،
سيبيني خليني اشتغل. انا عايز اوضب لك حكايه الموت بتاعتك دي بشكل حلو قوي، وانا هتظاهر ان انا مجرم قتل قتلة بشكل حلو قوي برضه. طب وانا المهم انا هتعمل فيا ايه؟ هتموتني؟ ايوه. ايوه ازاي؟ ايوه كده وكده بس قدام الناس. طب ولما يسالوك على الجثه بتاعتي هتقول لهم ايه؟ هقول لهم ان انا ذبحتك وقطعتك 9 حتت وحطيتك في صندوق ورميتك في النيل. الله، يعني برضه هتموتني؟ يا شيخ حرام عليك، ده انا لسه صغيره ما شبعتش من الدنيا. ساعتها الدنيا كلها هتضحك لنا احنا الاثنين، الجرايد كلها هتنشر صورنا في الصفحات الاولى، البلد هتتكلم عننا، هنشتهر، اسمنا هيبقى زي الطبل. وعارفه ساعتها اصحاب التياترات واصحاب الصالات هيجروا ورانا، هيمضونا على كنترطات ويقبضونا جنيهات. طب مش ممكن تشوف لك طريقه تانية غير القتل والتقطيع دي؟ اعمل معروف. لا 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 لا، اعملي معروف ما تلخبطنيش، اصل حسبتها لقيت مفيش احسن من القتل والتقطيع. تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي. واخدني على فين؟ على المشرحه؟ لا ابدا يا حبيبتي، ده ليله جوازنا. جوازنا؟ يا حفره علي، بقى ليله ما اتجوز او ما اتجنن. يا حبيبتي قطر اوعى كده لحسن، انا بخاف منك دلوقتي انت فاهم؟ ما تقربليش خالص. عارف انت عارف الثعلب بينام ازاي؟ ازاي؟ بيغمض عينه ويفتح عين. اهو انا الليله هنام زي الثعلب، فاهم؟ يا ستي نامي زي ما انت عاوزه، زي الثعلب، زي الديب، اللي يعجبك. الله، انت بتعمل ايه؟ لا ولا حاجة، بسن السكينة. نعم، حط السكينة في الدرج. حاضر. صك الدرج بالمفتاح. حاضر. ننزله على تحت. صندوق؟ صندوق ايه؟ صندوق الدنيا؟ لا، صندوق الاخره. شيخ خبطني. لا اسمع. ولا كلمه. اسمع الكلام اللي هقول لك عليه لحسن اتبحر. لا حرام عليك، سيبتي مفاصلي لخلعت لي الروكه دي. اسمع، شيل معايا الصندوق ده. حاضر. يلا وقف. سيب الصندوق. حاضر.
شيل معلش. خد انت العصايه واشيل انا الصندوق. شيل. انت شايل معايا ولا مش شايل؟ شيل شايل شيل. بس امشي على طول. حاضر. امشي على طول. حاضر. لا مش من هنا مش من هنا مش من هنا. ارجع ورا. حاضر. لف لف. يا سيدة انت رايح فيه؟ يا سيار الحمول يا متودي. سيار سيار من عروس سيار.
بهوتي طبيت قديم زي المعين قفلتني بعيونها التي في طرفها حوار لذيذ والدم ساح من غير سلاح ولا ميت حكيم اشفوا الجراح عايز بتاع اسعد يشيل يا اخواتي صندوق القتيل انا القتيل انا القتيل من الهوى والسكسابيل يا مال دي الماما اللي اتخربت لو فيه محاكم للهوى كنت اشتكي لقاض الغرام واخرج له قلب اللي انكوى بالنار واقول شيخ شيل افام ذبحوني ليه كان ذنبي ايه هاتلي طبيب شرعي يا بيه ادي القتل وادي الدليل واللي قتل زاغ شيء جميل انا القتيل انا القتيل من الهوى والسكسابيل من الهوى والسكسابيل من الهوى والسكسابيل قتيل يا جدع اللي انت بتقول عليه ده ده قتيل الغرام بتاع الموالي اسمعه لك حاضر هسمعه لك يا ناس قتيل الغرام مقتول وساح دمه يا حزن أهله عليه يا طول عياط أمه جدك البلد ذوقك مغني وش جنايات عشت عشت ربنا يخليك قول لي يا جدع انت أفندم الصندوق ده فيه ايه؟ ده؟ ايوه ده فيه سجاير سجاير اسمي طول عيب والبيش بتكلمني زي الناس يا جدع انت انا بكلمك زي الناس اهو سجاير ايه دي سجاير من اللي بتتاكل اقصد من اللي بتشرب شربة يا سلام على الدم يا سلام يا سلام دم يا نهار اسود انت شايف دم دمك الخفيف يا غلس الله يخليك الله يغفر بخاطرك الا قول لي يا شويش انا عاوز اسالك سؤال السائل مثلا يعني مثلا إذا كان البوليس مثلا قفش واحد معاه قتيل مثلا تعملوا له إيه؟ نعمل له إيه؟ نعمل له حفلة شاي دي حاجة جميلة قوي حفلة شاي بقى طب يلا افتح الصندوق لا ما أقدرش أفتحه عشان إيه؟ عشان لو فتحته هتعرف إيه اللي جواه أنت باين عليك دحلال أنت الصندوق بقول لك لا مش هفتحه بقول لك أنت بقول لك مش هفتحه أنت الصندوق لا شاويش اسكت يا بوي لا شاويش أنا بقول لك لا شاويش لا شاويش بقول لك لا شاويش أهو جالك الشاويش يا شاويش اهلا وسهلا في ايه يا حضرة الشاويش؟ انا مش سامع في الصندوق ده وعاوز اعرف فيه ايه؟ ده في مواسير مواسير ايوه ده في صواريخ صواريخ ايوه ده في بزازات بزازات ايه ومواسير ايه؟ الصندوق ده لازم فيه ممنوعات شيل قدام الطهو يلا قدام عشان اعرف ايه؟ فكر اكون استنى بس يا شاويش يلا شيل الطهو حاضر شيل يا شارلي لا انا ما اقدرش اشيل الصندوق ده اللي يودي في داهي شيل بقول لك حرام شيل شيل يا واد ارفع حاضر يا بيه شيل يا نصحى تعال معايا تعال خلاص انتهت المأساة وانتهى عمرنا كمان انا مش عارف يا استاذ انا اذيتك في ايه علشان تاخدني في رجليك على السجن انت فاكر ان احنا هنروح السجن لا سجن ايه لا سمح الله هيودونا الاريزونا يا استاذ ده انت قاتل قتيلة وحاطط جثتها في صندوق ورمينها في البحر والعسكري شافنا وشاف اوساطنا وبعد كده فكرك هيعملوا لنا ايه حفلة كوكتيل طب اسمع انا هقول لك على الحكاية من اولها لاخرها
بس فيك من يكتم السر؟ قاع البحر الابيض المتوسط، تاكد ان سرك هحطه جوه علبه، والعلبه هيكون لها قفل، والقفل له مفتاح، والمفتاح ضاع مني خلاص، يعني تاكد ان سرك ده محدش هيعرفه بتاتا. قول بقى. بس يا سيدي، قطر الندى مش جوه الصندوق. يا نهار اسود، امال القطر ايه اللي جوه الصندوق؟ قطر حلوان. لا يا اخي، الصندوق ده انا حاطط فيه شويه طوب ودبش. ايه؟ طوب ودبش؟ ليه؟ انت قتلت حيطه؟ لا يا اخي افهمني، الظروف هي اللي ارغمتني على كده، اكل العيش عاوز كده. انا عملت جريمه وهميه علشان اشتهر والجرايد تكتب عني. الله يخرب بيتي، اذا كنت انا فاهم حاجه. اسمع يا اخي، انا هفهمك كل حاجه. فاهم بقى المساله. مين؟ ابراهيم شاويش؟ لا والنبي استنى ما نعرف. لا 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 يا رهوته يا ماما. اسمع شرف، انت تجري من الشمال وانا هجري من اليمين. لا حيدي، انت اللي تجري من الشمال وانا اللي اجري من اليمين. اسمع الكلام بس، وبعد ساعة عاوزك تجيلي في كراكون عفين. كراكون؟ كراكون ليه؟ قصدي رايح ابلغ عن الجريمة الفظيعة اللي انا ارتكبتها. بس ادعي لي يا شارلي ان ربنا ياخد بيدي ويحبسوني. روح يا شيخ، ربنا يفتح في وشك سجن مصر. امين. ربنا يوقف لك ولاد الحلال اللي يودوك في داهية. امين. ما تنساش بقى بعد ساعة بالظبط. ايوه تجيلي في الكراكون. ايوه بس انا لو جيت لك انت رجلي تيجي في الحكاية ويمسكوني. ما تخافش وانا ارضى، ده انا ارتكب جريمة فظيعة زي دي وارضى ان حد يشاركني فيها. ليه بفرق؟ يا تاكس 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 تاكسي ليه؟ انت رايح الكراكون ولا رايح المية بلد؟ يا اخي رايح الكراكون. تاكس روح، ربنا يجعل لك في كل خطوه كلاش. خش من فضلك يا حمام. هو اوضه حضره المامور فين؟ نعم. من فضلك عاوز اقابل حضرة المأمور. قول له مين يا فندم؟ قول له واحد قريبه وعاوزه في مسألة مهمة جدا. حاضر. يا رب يا رب سهل يا رب. اتفضل. شكر. أنا متأسف يا سعادة بيه إني قلت إني قريبك، أصل جاي أقول لك على موضوع في منتهى الأهمية. وإيه الموضوع اللي في منتهى الأهمية ده؟ إيه السكينة دي؟ دي سلاح الجريمة يا سعادة بيه. جريمة؟ أي جريمة؟ جريمة قتل يا سعادة بيه. ومين اللي اتقتل؟ واحدة ست اسمها قطر الندى. وقطر الندى دي تقرب لك إيه؟ مراتي يا سعادة بيه، مراتي. مراتك اتقتلت؟ هي اتقتلت وبس، اتقطعت، اتوضبت، الكوارع لوحدها، والايدين لوحدها، والراس لوحدها، جريمة فظيعة فظيعة يا سعادة البيه. ومين المغفل اللي قتلها ده؟ محسوبك يا سعادة البيه. محسوبي؟ الله، يعني أنت اللي قتلتها؟ أيوة يا سعادة البيه، أنا ورا فخر. يا سلام، أنت فاكر نفسك عديت المرش؟ أنت باين عليك مجنون. لا أبدا يا سعادة البيه، أنا عاقل قوي وفاهم اللي بقوله كويس ومستعد اتحمل كل النتائج. وايه السبب اللي خلاك تقتلها؟ السبب؟ لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم. طيب انت اسمك ايه؟ انا السفاح. السفاح؟ طيب طول بالك ثانية واحدة. عليه. أشكرك يا حضرة المأمور. الحمد لله الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي وحيد عزت. عمرك كم سنة؟ 31 سنة. صنعتك ايه؟ موسيقي مع ايقاف التنفيذ. انت اعترفت انك قتلت مراتك بالسكينه دي، ايه اقوالك؟ ايوه، السكينه دي كان لها الفضل الاكبر في شفاء غليلي.
طيب احكي لي بالتفصيل الجريمه وقعت ازاي؟ انا اقول لسعادتك حصلت ازاي؟ ده انا لاحظت عليها في الايام الاخيره حركات غير عاديه. راقبتها من بعيد لبعيد. فاكتشفت ان في علاقه بينها وبين شاب حليوه ساكن جنب البيت. فضلت اتجسس عليهم لغايه اما جه اليوم الاسود المهب. دخلت لقيتهم الاثنين مع بعض، غلى الدم في عروقي، طلع شرار من عليا، جريت عليهم قام هو جري مني، سبته، رحت داخل على المطبخ، جبت سكينه ورحت قطعت من رقبتها. وبعد ما قطمت رقبتها رحت مقطع ايديها، وبعدين قطعت رجليها، وبعدين قلت يا رب بالمره بقى فيش غلك فيها، فمسكتها وقعدت افرم فيها، افرم فيها، النهايه قول فرمتها. ورحت لامم اللحمه المفرومه ورحت حاططها جوه صندوق ورحت رامي الصندوق ده في النيل. وبعدين خلاص. ادخل يا سعاده البيت. الجماعه مصورين صحفيين بره عايزين يصوروا المتهم. ممكن؟ مفيش مانع، خليهم يخشوا. ويقطعها إرابا إرابا. حلو قوي، إرابا إرابا. وهذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الجريمة الوحشية في مصر. برافو على الفتاة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ده أنا كده؟ أنت شرفت. أنا اللي إرابا إرابا. يا سلام. شفت؟ ودي حاجة تبسطك قوي دي. طبعا يا أستاذ. دي شهرة. نجد. كل الناس بتتكلم عنها. كل الجرايد بتنشر صوري، كل المجلات في الصفحة الأولى صوري أنا. كده؟ آه، الصيت ولا الغنى على رأي مثل. اللهم اجيبها نعمة يا رب. ربنا يزيدك من نعايمه. آمين يا رب. يا وحيد! وحيدو! يا شارلي! يا شارلي أنت فين؟ أنا هنا يا أخويا. طل لي من الروك جاردن اللي فوق دماغك. طيب استنى شوية. اسمع حضرتك. ليه؟ ممكن جنابك تعمل نمرة ستة؟ معرفش أكتب. لا 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 مش تكتب. توطي كده تعمل نمرة ستة كده هوت او ما انا هتشعبط واطلع فوق كتافك. توطي عشان ايه؟ عشان ده اكلم صديقي في مسألة مهمة جدا. ممكن حضرتك تنخ؟ اسمع عادي انت، انا ضربت واحد اتخن منك 20 سكينة بكرشه. تعرف عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان عطس وشي. انت سامع؟ عطس وشي. ابعد عني مش سيء عمرك. اوعى ايدك. انت عارف انا دبحت مراتي وقطعتها حتت وعملتها كفتة عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان قالت لي نخ. دلوقتي انت هتنخ ولا مش هتنخ؟ هنخ. طب نخ. واحد حت. تعال حبيبي. ازيك يا شباب؟ وحشتني. ازيك يا وحيد؟ طمني الاول. ايه؟ ما معكش سجاره لكن. مبروك يا عم، خلاص هتروح في داهيه. ادعي لي يا شارلي، ادعي لي بنفسك الطاهر، ربنا ياخد بيدي يودوني في داهيه حقيقي. يا جدع انت اتجننت؟ ده خلاص هتبقى وقرب يملس على رقبتك. دي كل الجرايد متربعه الدنيا فوق نافوخك. اتفرج. وفي عصورتي؟ امال يا عم حاطينك جنب استر ويليام. عاد عاد عاد، انا عاوز ايه اكتر من كده؟ خلاص يا شارلي انا وصلت للشهره، وصلت للمجد. تعرف فاضل ايه بيني وبين المجد؟ ايوه عارف. ايه؟ المشنقه. لا يا اخي، بيني وبين المجد فاضل حيطان السجن دي بس. انما قول لي انت، طمني ازاي حالك؟ منيل ب60 نينة، بقالي يومين ما روحتش. ليه؟ الخواجه غنطوز يا ابني لازق لي في البيت ليل ونهار، مش راضي يتحتح ابدا. ليه؟ عاوز منك ايه؟ عاوز يوديني السيما. عاوز الاجره بني ادم، الاجره. سمعت اخر نكته؟ لا. واحد مسجون زيك كده باصص من الشباك، قام فاتح عليه واحد شحات زي كده بيقول له ادينا مما اعطاكم الله. قال له طب تعالى لي من الباب وخد لك 6 اشهر. طب ما تلف التراخر وتاخد لك 6 اشهر. اللي قول لي انت واقف على ايه؟ واقف على ظهر واحد. عاد تبقى الظهور عند بعضها. ايه؟ اسمع، في زوار جايه تسال عني. السلام عليكم. وعليكم السلام.
افيدك هاد. ايه في ايه؟ النيابه طلباك للتحقيق. ايوه بكل ممنونيه. شارلي النيابه طلباني للتحقيق. على اذنك يا اخ انا رايح النيابه، لو حد سال عليا خليه يستناني، انا جاي حارب. خد بتاعتك، هو فاكر نفسه فين؟ في لوكاندا شبك. اسمع يا ميلتون نمرة ستة علشان نشوف الماما بتاعنا بره. ها؟ يا اخي تلاقي نمرة ستة فهيلك يا نمرة زيرو، انت فاكرني ايه؟ ده انا في توقت الدنيا. انا بتاع نمرة ستة؟ ازاي الحال؟ معدن. مبسوط جدا. طب عندك حاجة تقولها قبل ما نحولك على سجن مصر؟ سجن مصر؟ الله يعمر بيتك يا سعادة بيه. الحمد لله يا ربي، الذمة صحيح هتودوني سجن مصر. شيء غريب. إيه؟ أنت فرحان عشان هتروح سجن مصر؟ طبعًا يا بيه. هو في أجمل من سجن مصر؟ سجن مصر اللي زي جنينة الألتانوس. يا سلام على خفة دم سجن مصر. خفة دم سجن مصر؟ أنت فاهمه إيه؟ بنك مصر؟ أنت لازم مجنون. أول مرة بشوف فيها متهم بيفرح لأنه داخل السجن. طبعًا أفرح يا بيه، أصل أنا فرحان علشان غسلت العار اللي رطخ اسمي، انتقمت لشرفي، أنا فرحان، أنا مبسوط. طب حس كده أنا هقول لك على خبر يفرحك زيادة. إيه هو يا سعادة بيه؟ إحنا لقينا الصندوق اللي فيه الجثة. صندوق؟ صندوق إيه؟ الصندوق اللي فيه الجثة. وفتحتوه الصندوق ده؟ طبعا فتحناه. طب لقيته فيه ايه بقى؟ جثة مراتك المقتولة. جثة لقيته فيه جثة مراتي انا؟ ما كنت منتظر نلاقي فيه ايه؟ عرجوز؟ لقينا جثة واحدة ست متقطعة ومشوهة بشكل فظيع. وادي صورة الصندوق وجواها الجثة. لا لا ابدا يا سعادة بيه، الجثه دي مش جثتي، الصندوق ده مش بتاعي. مش بتاعك ازاي؟ طبعا مش بتاعي، انتوا لقيتوا الصندوق ده فين؟ في القناطر الخيريه. يبقى كده بقى، اصل الصندوق بتاعي انا رميه في الزمالك. بقى معقول يا بيه ان صندوق يترمي في الزمالك يوم يروح القناطر؟ مش معقول ليه؟ دي لفه جامده قوي، ده مشوار بعيد قوي يا سعادة. مشوار ايه ولفه ايه؟ الطيار جرفوا لحد هناك، ثم الجثه لقيناها متقطعه زي ما وصفت انت تماما. لكن دي مش ممكن يا بيه تكون جثه مراتي، دي لازم شبهها يخلق من الجثث 40. انت باين عليك شاورت عقلك وعاوز تعدل عن اعترافاتك، مش كده؟ انا مستجير بالنبي، الصندوق اللي لقيته ده انا ماليش دعوه بيه، الجثه دي انا ما اعرفهاش. هو الصندوق اللي لقيته ده خشب وجنسه ايه؟ خشب ابيض عادي. لا انا الصندوق بتاعي خشب وزان، انا لما قتلت مراتي صعبت عليا، قمت ما رضيتش احطها في صندوق رخيص. بس بلاش كلام فارغ، الصندوق لقيناه خلاص، والتحقيق استوفى معاك، والادله اصبحت كلها ضدك. اعترافك الصريح بالقتل والجثة اللي جوه الصندوق خلوك دلوقتي جاهز للمشتقة. مشتقة؟ هل أنا دلوقتي جاهز للمشتقة؟ متفكر يعني جاهز لإيه؟ لحفلة شاي؟ اتشاهد على روحك مقدما. خدوا. أطلب لي سعادة النائب العام. اتهم المدعو وحيد عزت بقتل زوجته قبل الندى بان طعنها بسكين عده طعنات افضت الى موتها، وقطعها ثم وضعها في صندوق والقى به في النيل، وحيث ان المتهم اعترف صراحه بارتكابه جريمه القتل عمدا مع سبق الاصرار، وحيث انه ثبت من قرائن الاحوال ان المتهم ارتكب جريمه القتل فعلا، وذلك بان عثر البوليس على صندوق ملقى بالنيل وبداخله جثة المجني عليها، الأمر الذي يؤيد اعتراف المتهم. وبعد سماع الاتهام والدفاع وإفتاء فضيلة المفتي الحكم، حكمت المحكمة حضوريا على وحيد عزت بالإعدام شنقا.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا لا ما تشتريش، أنا ما عملتش حاجة، أنا مظلوم. يا شويش يا شويش يا شويش، اعمل معروف يا شويش واديني وكيل نيابة، أنا عندي كلام مهم لازم أقوله. اعمل معروف افتح الباب، اعمل معروف افتح. أنا مظلوم يا سعادة بيه، أنا ما قتلتش حد يا سعادة بيه. لكن أنت اعترفت إنك قتلتها. أنا كذاب وأنا طلعتين فرخة، أنا مظلوم يا بيه، أنا عملت الحكاية دي لفقتها كده علشان أشتهر وأتعرف وأشتغل. أنا فنان مغمور محدش راضي يشغلني، قمت خلقت الحكاية دي عشان الجرايد تنشر صوري. أنا ما قتلتش حد، إزاي شرني؟ أنا عاوز شهادة شرني. شرني لمين؟ شرني ده أنا شرني يا سعادة بيه. إيه شرني؟ يا سعادة بيه أنا طالب شهادة شرني. شارلي عارف الحكايه من اولها لاخرها. قول لهم يا شارلي، كلمهم يا شارلي، خلصني يا شارلي، قول على الحكايه من اولها لاخرها يا شارلي. اسكت انت، انا هخلصك من كل حاجه. يا سعاد استنى لما سعاد البيت طبق الكلام. يا سعاد البيت استجوبوه. اسمع يا راجل انت، بص لي هنا. ايه اللي تعرفه بالتفصيل عن الحكايه دي؟ سجل اقواله. اتكلم. يا جاب يا كيكي يا كيكي اكتك كوكريك بتاعك يا كيكي. يقول ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. وانا مش عارف اكتب حاجه يا ساعه البيت. فسر كلامك شويه يا جدع. ركب سقف حلقك هتوديني في داهيه. فاهم سعادة بيه الحكاية وفسر كلامك كويس على مهلك. على مهلك كده سعادة بيه. يا قوام يا قوام يا قوام يا قوام
شايف ان حالتها اتحسنت يا دكتور. فعلا النبض اصبح طبيعي، دقات القلب منتظمة، الدورة الدموية في حالة عادية. يعني نقدر نستجوبها؟ هل فيه ضرورة لاستجوابها دلوقت؟ شهادتها تتوقف عليها حياة شخص او موته. يبقى ما باليد حيلة، بس من غير ارهاق، لان الصدمة اللي خدتها يظهر انها قوية جدا. كلموها بلطف بهدوء. حاضر يا دكتور. يا رب استر يا رب. يا سلام، ده انت تحمد ربنا وتذكر فضله. ده كان قطر السكه الحديد هيعمل تصادم مع قطر الندى، وكان فاضل شعره واحده وتطير رقبتك يا حلو. يا رب نجيني يا رب، ادعي لي يا شارلي. ما تخافش، فاضل ثانيه واحده وتفوق وتقول لهم على كل حاجه ونخرج من هنا. بس اسمع، الشقاوة دي ولعب العيال مانيش عاوزها منك تاني مرة، فاهم؟ خلاص حررت يا زميلي، اعمل حاجة زي دي تاني. أنا فين؟ ما تخافيش ما تخافيش، اطمني، أنت هنا في أمان. اسمك إيه يا شطر؟ اسمي مش عارف. انت مش اسمك قطر الندى؟ قطر الندى. مش عارف. انت تعرفي الراجل ده؟ ايه؟ بصي لجوزك كويس. جوزي؟ ابو برنيتا؟ لا 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 يا ست، مش انا. انت عاوزه تجيبوا لي مصيبه؟ مش كفايه واحد جوزك ده؟ مش ده القصر الندى؟ بصي لي كويس، انا وحيد، انا وحيد. او النبي وحيد. انا عمري ما سمعت عن الاسم ده. يا نهار ابوك اسود، احنا جايبين شاهد نفي ولا شاهد اثبات؟ اسكت انت. حاضر. قصر الندى، انا في موقف خطر، قولي لهم على كل حاجه، قولي لهم على الجريمة الوهمية اللي احنا دبرناها سوا. انا دبرت معاك جريمة. لكن انا عمري ما شفتك قبل كده. عال مبروك يا عم، دي براعتك مضمومة 100%. قطر الندى، مش فاكرة لما روحنا التياترو علشان نشتغل وما رضوش يشغلونا لاننا مش مشهورين؟ مش فاكرة لما اتفقت معاكي اني اخبيكي في حتة وتظاهر قدام الناس اني قتلتك؟ مش فاكرة. قطر الندى، انت مجنون ولا ايه؟ لا يا ست، ده عاقل قوي، بس مخ حضرتك اللي انا مش عارفه راح فين. بص للخلقه اللي قدامك دي، بص لها كويس يا اخويا، بص هنا في تراخر، بص لها كويس، تعرفيها ولا ما تعرفيهاش؟
فين؟ طيب بلاش، الخلقة دي لا انت تعرفيها ولا جوزك ولا حاجة. بصي لي أنا، الخلقة المشفقة اللي قدامك دي خلقة مراة، تعرفيها ولا ما تعرفيها؟ ولا انت معرفة؟ لا مبروك يا عم مبروك، رحت الدهية والحمد لله. يلا راجل فراش قدر، يلا 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 يلا. هو ايه رأيك في المسألة دي يا دكتور؟ والله انا اقترح نقلها للمستشفى لعمل كشف اشعة، لان الصدمة اللي اصابتها ربما سببت لها فقدان الذاكرة، ولذلك مش قادرة تعرف حد من اهلها ابدا. وليه ما تكونش ما تعرفهمش فعلا؟ مش جايز انها كلها حكاية متوضبة؟ والله كل شيء جايز. على كل حال انا هكتب تقريري واهتم بالمسألة بنفسي. اشكرك يا دكتور، خذ المتهم على السجن واطلبوا لي حال عربية الاسعاف. حاضر يا سعادة البيه. اتفضل يا دكتور. يا صاحبي بيه ابوس ايدك ما تسيبنيش، انا بريء، انا ما عملتش حاجه. خدوه ابوس ايدك يا بيه، يا بيه اعمل معروف. يا ابني ندى، ابني ندى الحقيني الحقيني. مبسوطه يا اختي مبسوطه. ملكين الراجل ده هو عمل ايه؟ موت حد؟ ايوه موتك انت، وقطعت 9 حتت ورمك في البحر. موتني انا؟ لكن انا ما موتش. لكن هو مات خلاص، اترحم على روحه، اقرا على روحه الفاتحه. الله مصدوم يا ناس. مبسوط يا اخويا، ادي احنا وصلنا للشهرة والحمد لله. انا كان مالي ومال الشهرة المنينة دي؟ هو عليك وعلى وشك يا جماعة بالمصيبة السودة دي. يا ربي يا ربي، انا كان مالي بس يا ربي. شفت ايه يا دكتور؟ الحادثة سببت لها فقدان الذاكرة، مش ممكن هتفتكر حاجة من ماضيها ابدا، كل حياتها اللي فاتت اتمسحت من دماغها. لا بسيطة يعني، الراجل الشانق. اعمل معروف يا دكتور، مش ممكن تركب لها ذاكرة جديدة علشان تفتكر؟ ازاي؟ مستحيل. مستحيل ازاي يا دكتور؟ اعمل معروف، دور في كتب الطب اللي عندك، ذاكر شوية، يمكن تلاقي لها لبخات، تلاقي لها برشامة تخليها تخف وتفتكر. مش ممكن تفتكر الا اذا رجعت لها ذاكرتها اللي فقدتها. طب وترجع لها ذاكرتها ازاي؟ اذا حصل لها حادثه ممثله، يعني تصلحها اوتومبيل تاني اذا كان ممكن. طيب عال اكتب لنا بقى الروشتة على اقرب جراج عشان نبتدي العلاج. لكن انت عاوز تعمل ايه؟ ولا حاجه، حط رقبتها تحت اوتومبيل. لكن يمكن تموت. تموت؟ هي لسه ما ماتتش، دي ماتت وشبعت موت وتقطعت 9 حتت والراجل هيشنق على شانها. تعال يا دكتور شيل معايا، تعال. اقسم لك يا استاذ اني بريء، انا موجود هنا ظلم. قطر الندى عايشه مش ميته، عاوزين يعاقبوني على جريمه انا ما ارتكبتهاش. دي كانت مساله هزار، مساله لعب عيال. وهو صح انك تهزر في مسائل زي دي يا ابني؟ حد يقدر يهزر مع القانون؟ انت غلطت غلطه كبيره قوي ولازم تدفع ثمن غلطتك. ارجوك يا استاذ دافع عني، قول لهم على الحقيقه، انقذني، دافع عني. بصراحه يا ابني انت موقفك خطير وفي منتهى الدقه، لان مفيش اي دليل يثبت براءتك من تهمه القتل. ازاي يا استاذ؟ الدليل موجود، قطر الندى هي نفسها. وايه اللي يثبت ان قطر الندى هي القتيله؟ شهادة الشهود. الشهود كلها شهدت ضدك. لكن انا بريء، انا ما ارتكبتش اي جريمه. الجثه، الجثه تقدر تقول لي جثه مين؟ انا عارف جثه مين، اي جثه اتقعت عليا من ضمن الجثث. يا ربي جثتك، ايه الجثه اللي جت دي؟ يا ربي الجثه. شوف يا ابني، انت متهم انك قتلت مراتك، قطعتها حتت وحطيتها في صندوق ورمتها في النيل، ثم تقدمت للبوليس وفي ايدك سلاح الجريمه واعترفت بلسانك بانك قتلتها بدافع الغيره، ثم اكدت هذا الاعتراف امام النيابه واقررت بنفسك بالقتل العمد مع سبق الاصرار. البوليس عثر على الجثه وكل الدلائل اللي وجدها كانت مطابقه لاعترافك، شهاده الشهود اثبتت التهمه عليك، كل القرائن ضدك، كل الظروف تثبت ادانتك. يعني خلاص رحت بلاش؟ اعمل ايه يا استاذ؟ هبص ايدك، ابص رجلك، ده انا لسه ما شفتش حاجه من الدنيا دي. كل الايام اللي فاتت قضيتها في مرار وبؤس وغلب، دي
دلوقتي لما ابتديت اشتغل وابتديت الجرايد تكتب اسمي تقوم تكلفتوني كده وتشنقوني، لكن ده ظلم، دي وحشيه. هتعمل ايه؟ مفيش اي دليل يثبت براءتك غير وجود قطر الندى. قطر الندى موجوده لكن هي فقدت ذاكرتها دلوقتي، مش فاكراني لكن مثلها تفتكرني. لكن ما تنساش ان الجلسه بكره والمحكمه مش هتستناك. يا استاذ ادعي ربنا انها تفتكرك قبل فوات الفرصه. سلام عليكم. قطر الندى، يا ترى انت فاكراني ولا نسياني؟ انت فاكراني ولا ناسياني؟ ياللي بقلقاني ياللي كايداني، انت فاكراني ولا ناسياني؟ ايوه فاكره. والسنان دولة ايوه عارفه. عالقه وشفاتيري فاكره شفاتيرك. طب ومناخيري فاكره مناخيرك. فاكره كنت بملي اكيلك جوا في جنينه الحوانات وانت جوا الوقت ترميلك والسوداني وحلويات. ده انت بالكلام يا اخي اعقلي يا اخي ياللي تعباني. انت فاكراني ولا ناسياني؟ عالسطوح كنا اصدقاء جدا. لا ولا سكننا ابدا. قال ولا سكن على السطوح ابدا. ولا سكن على السطوح ابدا. بحلق شويه وانتي تفتكري بقي وعليا سبسبت شعري. ايوه ايوه البق ده شفته ماما كانت تاجن فيه. الله 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 الله. كان مدار بالوقت عرفته اخيابه مجهور فيه. برضو لا تاخدي بالكلام تاني اعلي يا اختي ده انت عارفاني. يا لهوي يا خرابي يا رمتي. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اسمح لي اقدم لك نفسي. مين حضرتك؟ انا حسن رفعت المحامي، محكمة انتدبتني عشان ادافع عن المتهم. حصل لنا الاتهام يا فندم. هي حضرتها؟ ايوه حضرتها المقتولة اللي متقطعة تسع حتت. اسمح لي استجوبها. او يا فندم استجوبها، بس حضرتك لو سألتها وقلت لها انت مين هتقول لك انا منضيعة في الاوهام عمرة. ليه هي مش متنبهة؟ لا يا فندم مخها مقفول. ازاي؟ اصل النهاردة الجمعة. اسمعي يا شطرة، احصري مخك معايا شوية. مخها ايه يا استاذ؟ ده انت لو حضرتك حطيت ايدك في مخها لحد هنا اهو ما انتش هتلاقي حاجة ابدا. من فضلك يا استاذ سيبني خليني اعرف استجوبها. استجوبها يا اخويا هاوي، ده حضرتك انا مليان دعوة. بص للصورة دي يا شطرة، تعرفيها صورة مين؟ ايوه عارفاه. صورة مين؟ صورة مين؟ صورة الراجل بتاع الكتاكيت. كتاكيت كتاكيت يا اما كتاكيت كتاكيت يا اما كتاكيت. بص للصورة دي، ما بتفكركيش بحاجة؟ لا. الوش ده بص فيه كويس، وش مين؟ الوش ده؟ ايوه وش هو. هو مين؟ بتاع الكتاكيت. يا وش اللومان يا وش الأذية يا وش البلاوي. مفيش فايدة، مش فاكرة حاجة أبدا. ما هي دي المصيبة يا أستاذ، أهو ده العياء اللي ملوش دواء. أستاذ. نعم. حضرتك عندك أوتوموبيل؟ أيوه. مليان بنزين؟ أيوه. في فرامل جامدة؟ مش ولا بد. عارف تسمح تسلفني الأوتوموبيل ده خمس دقايق؟ ليه؟ علشان أدهس الست دي ويا طابت وتسمينا احنا التلاتة زي ما كنا يا خابت وروحنا احنا التلاتة في داهية. واحد يتشنق ودي تموت وانا اتدشتش عشان انا ما اعرفش اسوق اوتومبيلات.
اسمع اسمع كلام فارغ. انا عندي فكره. ايه يا استاذ؟ انت عارف قبل ان الجلسه بكره؟ ايوه عارف. عشان كده انا عاوزك اسمع. نو 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 نو. شاهد اللي بعده. الست بطة حمام. الست بطة حمام. ايوه يا استاذ. اتفضلي يا ست. الله اتفضل. على فين؟ قول لي فهمني. انا خايفه مخدوده رقبه بتترعش. انا عمري ما دخلت محكمه. انا عارفه ايه المصايب اللي بتتلحق عليا دي. بص اتفضلي هناك عند حضره المستشار. ايه ومستشار كمان؟ اصدرها معايا يا رب. اسمك ايه؟ محسنتك بطة حمام. يا رب استر يا رب. عمرك كام سنه؟ انا لسه زغلوله 20 سنه. لا يزيد يوم ولا ينقص يوم. ولو ان باين عليا زياده عن كده حبتين، لكن ده من كتر القهر وشيل الهم. انا بقالي 30 سنه بكسب عيشي من عرق جبيني. سكوت من فضلكم. قولي والله العظيم اقول الحق ولا اقول غير الحق. ودي عايزه كلام؟ والله العظيم لا اقول الحق ولا اقولش غير الحق. انت تعرفي المتهم اللي في القفص ده؟ العدو بره وبعيد. ابدا يا بيه ما شفتوش. ده وش اجرام، ده قتال قتل. حد الله وشرفك ما شفته ولا عرفت. ست بطه بصيلي هنا. اسكت يا وحيد. المتهم بيقول انه راح لك يطلب شغل عندك هو والبنت اللي قاعده هناك، فهل ده صحيح؟ ابدا يا بيه ما حصلش. انا ادخل عندي اشكال زي دي ليه؟ عشان ايه؟ بمناسبه ايه؟ حرام عليك وجبوا رجلي هنا. انا وليا في حالي، لا بكلم حد ولا بسائل حد. النبي بيخلصني، انا مظلومه. ست بطه بصيلي هنا بقى، انت مش عارفاني يا حرامي. يا بيه شكله درام 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 بالقوي خالص خالص. انت تعرفي ايه عن الموضوع؟ مواضيع ايه يا بيه؟ ما اعرفش حاجه، ما اعرفش حاجه ابدا. طيب تعرفي البنت دي؟ ابدا ابدا ما اعرفهاش، ما شفتهاش. والنبي يا بيه ابدا بقى ما شفتهاش قبل كده؟ ابدا يا بيه. اكذب على نفسي، اكذب على ربنا، حرام. عندك اقوال ثانيه؟ ابدا يا بيه ابدا. والنبي يا بيه خرجني اعمل معروف. مظلومه يا بيه، الله ينصرك. طيب اتفضلي كده يزيد فضلك. اقعد بالعافيه، ينصرك على مين يا عدي. فضلكم. لو توصل يا اسم معفر. موجود. ايه حضرتك معفر؟ لا انا ماني معفر، اسمي معفر. والله ايه اتفضل. ميرسي. نهاركم سعيد. اسمك ايه يا حضرتك؟ اسمي ايه؟ بعتوا ردهتولي لهون وما بتعرفوا شو اسمي؟ بقول لك اسمك ايه؟ دعيك غنطوس ابن الياس ابن معفر الطرطوسي. عمرك كم سنة؟ ليش بتريدوا تعرفوا عمري؟ رح تبعتوني العسكرية؟ سكوت. بقول لك عمرك كم سنة؟ شوف يا سيدي، انا لما اخذت سيرتيفيكات تبعي كان عمري 13 سنة، لكن امي منشان تتخزي العين قالت 15 منشان ما يحسدوني. واشتغلت في فابريكا تبع صابون نابلسي، وحياة الله جناب البيك صابون ما في مثله لغسيل هدوم. الرطل 8 ساعة. سكوت. انا بقول لك عمرك كم سنة وبس. عمري 26 سنة وثلاث اشهر وجمعتين و وساعة وعشر دقايق. طيب قول والله العظيم اقول الحق ولا اقول غير الحق. والله العظيم اقول الحق وما اقول غير الحق. انت تعرف المتهم اللي في القفص ده؟ بعرف ومعرفة، ما راح بنساها طول ما مراوحي بتتنفس وزراعيني بتبلبة. شوف يا جناب القاضي، إن ما حكمته بقتله أنا راح بقتله. 3 شهور، 3 شهور وركنبال أفندي ما بيدفع أجرة هالبيت. ولما طلبته قال لما الله يعدلها منيح الله راح هلأ بيقصف عمرك. أنت تعرف إيه عن الحد؟ شو حاسة وشو بلط؟ أنا بدي أجرة هالبيت. يعني ما تعرفش حاجة عن القضية دي؟ لا ما بعرف. أمال جاي هنا ليه؟ جاي ليه؟ بدي اجرة البيت. عندك اقوال تانية؟ ايه. بترجاك يا جناب القاضي ان قبل ما تقصف عمر هالملعون بدي تعطيله نصيحة يحطها حلقة في ودنه، انه ما ياكل حقوق الناس ويدفع ايجار بيته في معاده. يمكن تنفعك هالنصيحة في جهنم الحمراء يلي رايح لها بطيارة نفاثة. سكوت. طيب اتفضل اقعد هنا من فضلك. تكرم سيدي، خاطركم. الشاهد اللي بعده. اسماعيل ياسين الشهير بشارلي. اسماعيل ياسين الشهير بشارلي.
انت شارلي؟ لا خدوجة طبعا شارلي. طب اقلق دي وهات دي واتفضل جوه. ميرسي. شد حيلك يا وحيد، ربنا معاك يا ابني. اطبع رتاب حلقك كويس يا شارلي. ما تخافش. طب اقلق عليه برجليا واسناني. اسمك ايه؟ اسمي اسماعيل ياسين الشهير بشارلي شبلع. عمرك كم سنة؟ والله ساعة البي ما تدقش، 15 20 30 كله زي بعض. صنعتك ايه؟ والله ساعة البي انا كانت صنعتي في الاصل قرداتي، وبعدين القرد توفى قمت حبيت احط نفسي مطرحه وما نفعش، قمت اشتغلت مسحراتي. لقيت الشغلة دي ما تنفعش لاني بشتغل شهر و11 شهر بطال. قلت يا ولد اشتغل ايه اشتغل ايه اشتغل ايه اشتغل ايه. اشتغلت ارتيست وحبيت اقلد الممثل الامريكاني المضحك. سكوت. انت باين عليك فصيح قوي 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 يا سعادة البيه. هو انا ما شاء الله حيلتي غير الفصاحة؟ قول والله العظيم اقول الحق ولا اقول غير الحق. والله العظيم اقول الحق ولا اقول غير الحق. انت تعرف المتهم ده؟ اعرفه يا سعادة البيه. اصل احنا الاثنين ساكنين في عمارة واحدة. سف ورق سف حد ورق مش عايز اتكلم خلاص رحت بنفسي رحت. قول لي هنا يا جدع انت ايه اللي تعرفه عن الحادثة؟ ولذلك ارجو من المحكمه ان تستغني عن شهادته مؤقتا. سيد الرئيس، النيابه تتمسك باقواله الثابته في محضر التحقيق. اتفضل يا ودينا. سكوت من فضلك. يا سيد الرئيس، اطلب من المحكمه ان تقرر باعاده سماع شهاده الشاهده الاولى ومناقشتها في بعض نقط. مفيش مانع، اتفضل يا استاذ. اسمع يا شفرة، بص كويس للراجل اللي في القفص ده وتأكدي ان كلمة واحدة منك كافية انها تنقذ حياته من حبل المشنقة. اجمعي حواسك، حاولي انك تتذكري، حاولي انك تتذكري الماضي. النيابة تحضرت اسئلة الدفاع اسئلة ايحائية، فأولى حضراتكم ان الشاهدة قد فقدت ذاكرتها، ولا مانع من ان يحاول الدفاع ان يعيدها الى سيرتها الاولى. لذلك اطلب من المحكمة ان تفسح صدرها لكي يحاول الدفاع ان يصل الى الحقيقة ويأخذ الحق مجراه. المحكمة لا ترى اي مانع. تفضل يا استاذ. تعال يا اطرد هذا. بص لعناية. اسمعي صوتي. انت مش فاكراني. حاولي انك تفتكريني، حاولي انك تنقذيني. دول حيموتوني، دول حيشنقوني. النيابه لا ترى فائده في كل هذا. ان المتهم يعبث بوقتنا السمين ويحاول استظهار عطف الشهيده لتقول ما لا تعلم، وانا لا ارى فائده في مباراه المتهم في هذه المحاولات التي لا تفتي. يا حضرات المستشارين، ان العداله في جلالها لا تطمئن بلحظات قليله يستطيع فيها ان يثبت براءته، وكيف تبخل عليه بدقائق قليله وحياته كلها رهن على كلمة تقولها هذه الشاهدة. إن الوقت في حياة الإنسان لا أتفه من أن يقام له وزن أو اعتبار. وهكذا يريد المتهم أن نبدأ من حيث انتهينا. إنه يدور حول نقطة لا وجود لها إلا في خياله، ولذا أطلب من المحكمة بإلحاح أن تأمر بالبدء في المرافعة. الدفاع. يا حضرات المستشارين،
إن القضاء الجنائي غير مقيد بنوع من أنواع الأدلة، إنما يعتمد قبل كل شيء على إحساسه ووجدانه، وإن الدفاع ليأخذ عن القضاء العادل هذه القواعد العريقة في الإنسانية لتحقيق العدل في هذه القضية الشاذة. القاعدة المعروفة أن يبدأ الإنسان صغيرا ثم يتدرج سلم الحياة درجة درجة حتى يصل إلى قمة النجاح أو الشهرة، ولكن هذه القاعدة لم يشأ القدر وسوء الحظ أن تطبق على حياة هذا المتهم، فكلما طرق بابا سدوه في وجهه، وكلما سلك طريقا شريفا وضعوا أمامه العراقيل، وكلما طلب عملا حالوا بينه وبين مورد الرزق ساخرين منه قائلين له من أنت ومن يعرفك، كأن الحياة وقف على المحظوظين والمعروفين وأصحاب الشهرة. لست أذكر يا حضرات المستشارين ما ذكرت إلا وأنا موقن بأن هذا هو الرأي السائد بين الكثير من الناس الذين لا يهتمون بالجوهر وإنما يهتمون بالمظهر. ولنضرب لحضراتكم مثلا، لنفرض أن كتابا نزع غلافه ولم يظهر عليه اسم مؤلفه، فهذا الكتاب قل أن يجد من يعنى بقراءته أو يهتم بأمره، وهذا الكتاب بالذات يتهافت عليه الناس جميعا لو أن غلافه لم ينزع عنه وظهر عليه اسم مؤلفه المسؤول. الناس لا يودون أن يتعبوا أنفسهم لاكتشاف الكفايات والمواهب والنبوغ ليستفيد منها هذا الوطن العزيز علينا جميعا. تلك الكفايات والمواهب التي نستطيع أن ننقذ بها هذا المجتمع من أمراضه وأضراره، وإنما يقصر الناس اهتمامهم على الأشخاص المحظوظين الذين يقدمهم الأصدقاء والمعارف من ذوي الشهرة والجاه. يا حضرات المستشارين، البروباغندا، الدعاية، الشهرة، هذه هي العقد النفسية التي سيطرت على هذا المتهم فدفعته إلى أن يلقي بنفسه في هذا التيار الجارح. فليكن مشهورا، ولتأته الشهرة من أي طريق، وليعرفه الناس على أن تفتح أمامه سبل العيش حتى لو خاطر في سبيل كل هذا برأسه وحياته. فكر المتهم فهداه تفكيره إلى تمثيل جريمة وهمية محبوكة الأطراف، واستعان بهذه الفتاة البريئة، وسرعان ما تقابلت أفكارهما معا واتفقا على تنفيذ الجريمة الوهمية. جابوا السكينة دي سنوها وأعدوها لارتكاب الجريمة، وبعدين جابوا فرخة صحية ودبحوها بالسكينة دي، خلوا دمها ولطخوا بيه حيطان البيت ولخبطوا العفش، وعصوا السكينة دي بالدم عشان الدم هو البرهان الوحيد على جريمة القتل، واتفقوا سوا على انها هي تروح تستخبى في مكان بعيد عن الأنظار، ويروح هو يرمي الصندوق الخشب في الدم، وبعدين يروح البوليس ويسلم نفسه ومعاه السكينة ويقول لهم انا اللي قتلت قطر الندى، قطر الندى كده ولا لا؟ ايوه مظبوط. وبعدين اظهر انا واقول للبوليس على الحقيقه، ساعتها تكون الجرايد كتبت عننا ونشرت صورنا في الصفحه الاولى، والكون اشتهرنا والناس عرفتنا، نشتغل وتتفتح قدامنا ابواب الرزق. يا حضره القاضي، الراجل ده بريء، انا قطر الندى وحيد ما قتلش، احلف لك انه بريء، والله العظيم بريء. انا هحكي لك الحكايه من اولها لاخرها. احنا فنانين غلابه مش قادرين نشتغل علشان مش مشهورين، فحبينا نعمل جريمه وهميه علشان الجرايد تكتب اسامينا وتنشر صورنا في الصفحه الاولى. فجينا في يوم من الايام